تيك تاك نزلوا لنا منتجات هي موجوده في السوق بس قلت اجربها. يعني هي مكرونات زي مكرونه وايت صوص ومكرونه بالصلصه ومكرونه شيدر او مكرونه بالجبنه يعني. فانا قلت اجيبهم واجربهم. دول كل المكرونات اللي موجوده عندهم كل واحد فيهم عامل 18 جنيه ما عدا ده بس اللي ب 20 جنيه. فهم بيقولوا ان ده اجمد حاجه عندهم. فتعالوا بقى نجرب ونشوف بقى هو جامد اصلا ولا مش جامد ولا ايه النظام يعني. تعالوا جاي نفتحهم زي اي حاجه او زي اي كشري بتفتح برده كده لحد النص بيبقى فيه جوه مكونات. نفتح ده الاول. المكرونه اللي بالصلصه بتيجي معاها تقريبا دي الصلصه يعني اكيد والمعلقه بتاعه التيك تاك المشهوره. وده شكل المكرونه من جوه مكرونه حلزونيه كده يعني. واللي بالشيدر جاي معاه اكيد برده الجبنه. الو الو المعلقه ايوه المعلقه تحت اهي وبرده المعلقه بتاعتهم. وهنا المكرونه شكلها مختلف سيكه يعني. بصوا يعني ده شكل المكرونه شكلها عادي كوس كده يعني. والمكرونه الوايت صوص فيها برده اكيد البودره بتاعه الوايت صوص وفيها المعلقه ومكرونتها عامله زي مكرونه اللي هي الشيدر نفس برضو ايه اللي هي الكوز دي يعني بالظبط. تعالوا بقى نفضي كل واحد الكيس بتاعه فيه يعني بعد كده نحط الميه لحد العلامه اللي جوه دي اللي هو بيقول لي عليها. ده كده بقى شكل كل واحده بعد ما حطينا البودره بتاعه الكيس اللي بتبقى موجوده فيها يعني. فتعالوا بقى نحط الميه لحد العلامه وبعد كده نشوف الطعم هيبقى عامل ازاي. يلا بينا. طيب حطينا فيهم الميه وشكلهم وريحتهم بصوا جامدين جدا جدا. تعالى بس نفتح كده. يا ولا يا ولا يا ولا تعالوا اوريكم المنظر عامل ازاي. بصوا اللي بالصلصه شكله بقى عامل ازاي. شكله جامد جدا جدا وفي تقريبا قطع خضار تقريبا ولا ايه مش عارف يعني. بصوا بقى باللي هو وايت صوص شكله جامد جدا جدا. واخر حاجه اللي بالجبنه بصوا ريحتهم اصلا جامدين جدا جدا. دول كده الثلاثه. هنجرب اول حاجه المكرونه اللي هي بالصلصه. ريحتها صلصه جدا جدا برضو يعني بصوا جامده قوي قوي قوي. انا مش عارف شايفين ولا لا وفي كده ايه شويه صلصه كده تحت يعني فعلا. فتعالوا ندوق. بسم الله. مكرونه حلوه قوي. مكرونه بصلصه زي اللي مامتي ومامتك بتعملها في البيت عادي خالص. وحلوه 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 قوي يعني. الملح مظبوط وكل حاجه مظبوطه فيها. لو مكرونه بالصلصه فانا اديها 10 من 10. بقى 10 من 10 ونسيبه على جنب ونيجي للمكرونه اللي بالوايت صوص. ده شكلها حلو قوي قوي. ولازم تقلب من تحت لفوق كده علشان تيجي تحط الميه البودره بينزل لتحت فالفليفرز كلها او النكهه كلها بتنزل لتحت او الصوص بينزل لتحت. فلازم تكون ايه بتقلب كويس كده يعني. نجرب ولا كأنك شفت اي حاجه يا زميلي ولا كأنك شفت اي حاجه. دي مش مكرونه بقى ولا اي حاجه. بص مفيش حاجه مفيش حاجه خلاص. نجرب المكرونه الوايت صوص ونشوف طعمها هيبقى عامل ازاي. بسم الله. ولا قولي قولي. انا دقت مكرونه وايت صوص بره وعارف طعمها. فكره ان انا اجيب حاجه معلبه او حاجه سريعه التحضير وتطلع طعمها حلو قوي قوي كده صعبه وانا ما اعرفش هم عملوها ازاي. لكن مكرونه وايت صوص حلوه قوي. نسيب بقى الوايت صوص على جنب ونيجي لاغلى حاجه عند تيك تاك وهو المكرونه بالجبنه اللي سعرها 20 جنيه. دي الوحيده اللي سعرها 20 جنيه ودخت لحد ما لقيتها. يعني انت هتلاقي في السوبر ماركت في كل حته اللي بالصلصه وهتلاقي بالوايت صوص لكن ده انت هتدوخ لحد ما تجيبه. فده يدل ان الناس تسحبه كتير وطعمه فعلا حلو. فتعالوا كده نقلبه. انا شامم ريحه يعني جبنه قويه جدا زائد ان هو اصلا ايه ماسك جلف بعضه من الجبنه. بصوا شكله عامل ازاي. شكله وريحته جامده جدا جدا. فتعالوا ندوق. بسم الله. قولي يا الله. هو طعمها عامل زي مكرونه بالشيتوس بالظبط يعني. في طعم الشيتوس الجبنه بالظبط ب 20 جنيه ولكن اجمدهم بصراحه اجمدهم قوي. انت يعني لو جبت المنتج ده وانت في الشغل او اي حاجه هتشبع منه جدا على فكره. فكره ان انت بتاخد طبق مكرونه بالصلصه او مكرونه بالوايت صوص او مكرونه تشيز او مكرونه جبنه يعني بتتراوح من 15 ل 20. بصوا يعني فكره جامده قوي قوي. فشابوه تيك تاك كل منتج منه هياخد معايا 10 من 10 ولكن كاحلاهم احلاهم قوي يعني بالترتيب طبعا اللي بالتشيز وبعد كده بالوايت صوص وبعد كده بالصلصه. دي كده كانت منتجات تيك تاك. لو انت عايزني اجرب منتجات تانية اكتب لي تحت في الكومنت وطبعا الانستجرام علشان يوصل لك كل جديد وتشوف الميني فلوجز اللي احنا بنعملها هناك. شير بقى في كل مكان لايك في كل مكان. عايزين نوصل ل 100 الف فار وقت وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم.